عسلامة مسيو. أختي الغالية مرحبا بيك أكثر، قدم لنا روحك. هشام الجلاسي أختي الغالية. مرحبا بيك مسيو هشام. موظف تقاعد من التعليم العالي. متقاعد من التعليم العالي. بي مسيو قلت لي بعد التقاعد قررت أنك تهاجر. أختي الغالية شنو الأسباب؟ والله لا قضية فلوس عندي تريت الحمد لله، نحب نمشي نريح الجمج ما هذية هذية نحب نرتاح. تعبت تعبت من البلاد أختي، خل ريحوها شوية. يعني كنت تستنى في الريتريت بدقيقة والدرج أعطيني قرطلتي وما حسيتي بعند. متزوج عندك صغيرات؟ اي عندي الاولاد كبار. عندي باش تمشي مع العائله ولا باش تمشي وحدك ولا كيفاش؟ بدي نخرج قبل خاطر عندي اخواتي البر هنا. ما عملش السيجور انت؟ لا المهم عندي البنوته عندها وليد فهمتني حفيدي رضا هذا يا خويا رضا عمل فيا ما عندناش. عندي الوليد عنده بوتيك ووقتيا باش نخلي الريتريت للمراه. يعني تهنيت عليهم؟ لا الحمد لله الحمد لله امورهم بزال. الريتريت فوق من المليون، مليون و 300 قليلة لها. هي الريتريت نتاعها؟ الريتريت نتاعها. ونمشي اختي الغاليه كما قلت نفسانيا خويا يزي اختي. حليب ما فماش، سكر ما فماش، على الاقل غادي كي نلقى الحليب والسكر اللهم صلي على النبي. وناوي باش تلقى خدمة غادي ولا إيه؟ ولا تخمم باش تمشي ترتاح هكا؟ نرتاح بعد اخواتي. عامين باش ترتاح؟ يزي نعديش عوامين ثلاثة تلي هو. كيف باش تبدا هكا معناها تبعد على مرتك وولادك؟ انت بنتي الغربة في صفاقس والكيف، أما في إيطاليا الحمد لله ما هي ما تسميش غربة في الأوروب. بعمرها ما كانت غربة أختي الغالية، الغربة كي تبدا في صفاقس ولا في سوسة هذيك نسميها غربة، أما عند بوبرتلة بعمرها ما كانت غربة أختي. وكاو بوبرتلة؟ ما هي الله يرحم والدي. يا ولدي نحب نمشي البقعة أنا ما نلقاش فيها عالسلامة وصباح الخير والسلام عليكم. نحب نمشي البقعة نلقى فيها بونجور بونجور هو تايم يزيد هذاك ما حاش والقران كيما نحكي. وكي تلقى اجنبيه غاديك تحلى في عينك؟ لا 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 اسمع، هي وقفت معايا 37 سنه عرس يعطيها الصحه. هي الزوجه كبرتهم الصبيه صبيه والعازب عازب. هي الفيت قناتها في الدار بصراحه المدينه شاريه في ده هي، وهي اللي تتصرف خاطر هي تعرف تتصرف. بصراحه هي تتصرف خير مني. كين جيت تتصرف انت ركتو فشهريتك في جمعة؟ يا بدي والله في جمعة. هي تصلي عني بها كانت قبل لها بالزوتير تاع الصغار والماء والضوء كلها هي. بقينا انا نستنى وقتاش خلصت تنتريت ارتحت الحمد لله اختي الحمد لله. نقولها ميسالش نظام القديم وينك الرحلات؟ نهار لحد نمشي نخدم يا ابو ربنا فماشي واحد نهار راحت ويمشي يخدم. علاش نمشي نخدم؟ نمشي مع اللي زيت اليوم للرحالات سوسه مستير صفاقس. صلي على النبي يا بنتي شيخين. يعني مترفه حتى وانت في وسط الخدمه؟ لا يا قلت نمشي نغني الخدمه، فماش واحد يمشي يغني الخدمه. يا ليلي يا عيني اخويا توا شنو توا؟ على الحيط وراس الغاليه. والله قلت قبل نمشي نخدم نغني. نبدا نغني والقران والرحمن. يعني وقتاش قبل؟ على مني اي قبل الثوره. لا في التسعينات. التسعينات كامله. يا بنت مشيت انا حاطة البرة مع الكلام ذا. مصلي على النبي عملوا لنا رحله وقتها لايطاليا. مشينا تفرهدنا المغرب تركيا تبارك الله الحمد لله اللي خرجت تنتريت. خرجت منك يا كرشمي خرجت منك يا كرشمي تجيبي حتى عبريت. والله راس الغالي ما عادش عيشة. استنقتني فما ورقة باش نجبدها نتاع الريتريت نقدمها للسفارة
ويزي. شنو مخطط هكا باش تعمل فترة الهجرة متاعك؟ ليه كل عمره ذيبش نكونا؟ ليه معناها تحوس؟ اي تحويس تحويس معناتها كان خدمت هكا باش نصور ونتفرهد بيه هنا. يعني كي تلقى فرصة عمل تخدم؟ لا نخدم هكاك نخدم. خدمة على قد العمر فهمتني؟ باش تحسن شوية هكا. بالضبط. وكا الوليد عنده بوتيك والمرأة الريتريت نصلي على النبي يعني. معناها ضمنت لهم هما حياتهم وبنتي توا باش تمشي تتفرهد على روحي. توا أنا فرانشيسكو باش نولي. باولو سيزار. وحتى من الاسم باش نبدلوا راه. يا بنتي كان نلقى كونفا يتكلموا بالعربي نهرب عليهم، ناخذ تراه نمشي اي بقعه. ما عييت من كلمه يعني عسلامه. تحب تعيش في بلاصه ما فيهاش عرب. ما فيهاش عرب، عسلامه ما تحب نسمع. باش تتوحش كلمه عسلامه راك. والله لا. في البلاد هذيا قسما نحب كلمه بونجورنو بونجور. وكا هو يا غالي ها؟ والله جوبي سوني ايطاليانو انا اصلي قرضي لا اخويا يا صاحبي حتى كنت كرجال اعمال اللي يعاونوا وينهم كنت قبل نبدا في الباب اختي غاليه هاو جابوا السراول هاو جابوا السبدريات للتلام ذا حكم انا في الباب نعرف التلميذ للزوالي تعرف ظروف التلامذة معناها معاشرهم تي انا وقت اللي يجوا يروحوا في صلاة الشتاء وصلاة الربيع والله ندخل ايدي من كتوبي ونعطيهم وبالذكر يا ولادي عمكم هشام الجلاسي هشام مونفليري راكم تتذكروني تقول لي عمي ليش راني باش نمشي نبات في دار عمي خلي لي الباب محلور باش نجيب بعد الوقت كيفاش معاكم انا يحبوني تو قبيله برك عرضني تلميذ متخرج وستيل يا عمي ليش بالحضن خاطر عامل بيه علاقتك طيبه بالتلامذة بالتلامذة نصلي على نقول 37 سنه برك الله معاه ما توا باش تشوف حياتك شوف حياتي يزي باش تعيش لي ما عشتوش يزي نحب توا كلمه بونجورنو هاي نقول لك حاجه هاك النهار سيجارو نتكيف فيه وفي دي بكو دخان وفراغ نورمالمون طيته في الشارع هاك لا في البوبيل خسرني عاد هاو خليتني نفركس في بوبيل باش نحطو في بوبيل قلت خلص روح تجريبي بث عمليه بيضاء كيما نقول بث تجريبي الاول في بوبيل باش نطيب شكل الدخان باش ما تغلطش تعملها ما نعملهاش غاد هاكا نحافظوا على بلادنا قبل ما نحافظوا على بلاد الناس اسمع تما يمنهم انا خلينا نعمل غسيل دماغ غادي غسيل دماغ الكلام في التليفون بالسيح لا بس لا بعمري انا كيكا حتى مش نبدا متغشش في التليفون كلام معقول مش كلام بذيل وكيما برشا يبدا يكلم في خطيبته ولا صاحبته يبدا بالقوي وكلام خايب هذاك اللوم عليه بلي مربي اجيال اي هشام قلت لي حتى اسمك تحب تبدله غاد شنو باش تولي هشام شنو باش يولي بالطلياني ان شاء الله باولو سيزار والله قسما بالله من الجمعه الاولى من الجمعه الاولى هز باولو حط باولو يزيني واه والله بالعقل ديجا العقليه ذي عند برشا مش عندي انا مش انا برك وتحية للتلامذة اللي عاشوا معايا فهمتني لقيمة 37 سنة كلهم من تاع 2001 فما جروب عدوا بحضية 4 سنين من 2001 حتى ل 2005 هذوك وليداتي توا هذوك ملاصقين في مخي عاشرتهم قد صعصع في خدمتك توتيك فترة بها ياسر أكيد هكا الرحلات ونزلوا فيها من الكورة يلعبوا ويكونوا وكانت تجويه باهي بصراحة كل الرحلات والكورة وصلنا نعملوا الفينال تاع التلامذة في المنزل
قصور تصور فينال ويحضر الوزير وكاتب الدولة كان تجويه. مسيو هشام، لو كان عجبتك العيشة معناها بعد ما تكمل العامين ايه. عجبتك العيشة غادي شنو تعمل؟ والقرآن والرحمن، أنا قلت لك تهنيت عليها. ما هز زوجتك معاك ولا؟ لا قلت ربي كان الخير نجمت نزها معايا، أما أنا ما عادش راجع. لا والله إذا نعرس. أي سيد تم، أما أنا خويا من كرواء يز. خلي لك الكلمة الأخرى، تحب تقدم تحية لزوجتك ولا لولادك؟ تحية للحمدي وربي ماشي على خير، عندي الوليدة ملي أكسيدون. إن شاء الله ربي. إن شاء الله ربي إن شاء الله يشفيه. وربي يشفي المرأة وتحية الرضا هذايا والبنتي هذاك رضا اللي عمل فيا يا قوي عطيني مامي باي باي تو خليته تو استنى قصدش ناخذ تاكسي ونروح بابو في الدار عاد بحذايا ربي يخليهولك سيرتو رضا هذيا نحبها رضا خلي يسمع بها ابوه واحد. عندك حفيد واحد؟ حفيد واحد ايه. خليهولك. والبنيه الاخرى هي تقرا تاع فورماسيون وكاو. وما تنساش باولو سيزار. باولو سيزار، اسمك جديد. اسمي جديد، ما عادش هشام جلاسي، راني باولو سيزار. باولو سيزار، وقتي الغالي ربي فضلك.